تقدموا في كل الاعمال وغنقولوا لكم باش تضربوا لي تسحبوها لي شنو كاع ما غاديش عليها البراج دي سمير عضو في الغرفة دي الصناعة والتجارة والخدمات لجهات فاس مكناس في سيف الصناعة بمكناس. اليوم نعقد الجمع العام ديال الغرفة عندنا في دورة فبراير بمقر الغرفة بفاس. كان جول الأعمال حافل بعدة نقاط، تمت عدة مناقشات، تمت اللي هو كانت نقطة فيها اللي كانت هي جد إيجابية هو مشروع اتفاقيات مشروع اتفاقية شراكة مع الغرفة من طرف المؤسسة ديال المنتدى الجهوي الاقتصادي، اللي هذا ما كيزيد هذا غادي ينفع غير غادي يدعم الجهه ديالنا، وغادي هذا المنتدى غادي يرقى لواحد المستوى شويه عالي. كانت واحد النقطه اللي كانت هي نقطه حساسه اللي تداركت من طرف المكتب، اللي هي نقطه العاشره اللي كانت هي الزاميه ضريبه حقوق المؤلف، اللي في التالي كانت الصيغه هي اللي كانت في الواقع نيتو حتى المكتب لا رئيس المكتب كانوا متضامنين مع هاد ارباب المقاهي فيما يقتضى النقطه، ولكن كانت الصيغه شويه هي اللي كانت ماشيه هذيك، وتم تدارك ديال الصيغه بحيث تحولت هذه النقطه الى النقطه تعدلت ومناقشه الزاميه ضريبه حقوق المؤلف، ودازت في جو كل شيء داز. الاعضاء كانت مداخلات في مستوى، كان حينا جميع الاعضاء في التدخلات ديالهم، كانوا بمستوى مستوى عالي، وكنشكر الجميع، وهذا كيشرف الجهه ديالنا وكيشرف الغرفه ديالنا، وشكرا للجميع.